ممكن نبقى نتكلم فيها، ولكن انا بتكلم على ما حدث بعد نهايه هذه المباراه. هي جينا نتكلم عليها دي حاجه اسمها ثقافه اللعيب نفسه. لازم يكون فيها كابتن اسلام الصواب العقاب لاي حد، وده اللي بنطلب بيه. واحنا كان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي عمرنا ما شفنا حد بيخرج على النص او بيبقى موجود حاجه على النص، على طول بنبقى رد الفعل. يعني احنا لازم يكون الفعل الاول بيعمل فعل وبعد كده تبقى انت رد الفعل. فطبيعي اللي احنا شفناه بكلتا الحالات مش مقبول ومش مسموح. بس احنا نطالب طبعا من اتحاد الكوره ونطالب الناس الموجوده اللي اغلط يعني الغلط واللي عمل مشكله لازم هو اللي يتحاسب حساب قوي جدا. انت خلي بالك يا كابتن اسلام، احنا مش بنلعب في مصر، احنا بنلعب في الامارات في دوله كبيره وهي المستضيفانا في كل حاجه، فلازم تكون انت على قد الحدث. تاني حاجه انت خلي بالك، انت عندك الشعب الاماراتي كله بيتفرج على اللقاء، وعندك الشعب المصري كله، انت الدول العربيه كلها بتتفرج على اللقاء. فطبيعي لازم لعيب كره القدم لازم يكون قدوه، مش جوه الملعب، جوه الملعب بره الملعب، واخلاقه ده اللي احنا بنتكلم فيه زمان. وخلي بالك كنا بنلعب احنا زمان اهلي او زمالك ما كانش عندنا الـ المشاكل الموجوده دلوقتي. يعني السوشيال ميديا بقت مولعه الدنيا بشكل كبير جدا. قبل اللقاء بتحس اللعيب يعني عايز يتخانق قبل ما يلعب الماتش. فانا شايف الظروف كانت صعبه جدا، يعني احنا ما تخيلناش الموقف يبقى بالمنظر دوت. في لعيبه بتبقى عايزه تقرب من جمهور ناديها اكتر فبتعمل مشاكل مع جمهور النادي المنافس. ما هو ده اللي احنا شايفينه الفتره اللي فاتت، بتبقى عايز يعمل نفس اللي هو قلبه على النادي اكتر من اللعيبه او متضامن مع الجماهير. فبيحاول يعمل اي حاجه ملفته. وخلي بالك الفتره اللي فاتت ده اللي من ضمن الاسباب الموجوده اللي فيها مشاكل كبيره للكره المصريه. اللي هي موضوع التنمر والكلام الكتير على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا اللي بيعمل مشاكل كبيره جدا، بين الشحن زايد بين الجماهير الاهلي او زمالك او اي فرقه ثانيه. فدي مشكله كبيره جدا لازم نحافظ عليها. خلي بالك احنا بقالنا فترة عاملين نعاني، مفيش جماهير كرة القدم موجودة في مصر بشكل كبير، ودي أثرت كتير ورجعتنا لورا كتير جدا. فاحنا لازم الخطوة اللي جاية ازاي هيبقى في جمهور يا أبو مسلم؟ أنا آسف إن أنا بقطعك، بس ازاي هيبقى في جمهور في ظل إن أنت يعني ماتش وبتلعبه بره مصر وبهذا الشكل، وتحصل أفعال مسيئة من بعض اللاعبين تخلي جمهور النادي الأهلي مثلا يبقى متضايق جدا من اللي حصل؟ وبعدين مش جمهور النادي الاهلي بس على فكره، جمهور كتير جدا جدا متضايق مما حدث.